أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، ونبدأها كالعادة بالعناوين. موقع إخباري يتهم ميليشيا الحوثي ببيع أراض تابعة لمعسكرات في محافظة دمار. جرح الهجمات الإرهابية في عدن نجوا من الموت وأدركهم الإهمال. وفي أكثر الأخبار قراءة، تنظيف الشوارع لثلاثة أشهر عقوبات على مرتكبي المخالفات المرورية في أبو ظبي. أهلا بكم. في عنوان بارز لموقع يمن مونيتور يتعلق بمحاكمات أعلنت في صنعاء ل36 معتقلا، وقال الموقع: تعذيب وسجون سرية وقائع محاكمات في صنعاء ل36 من الموالين للحكومة الشرعية. وقال الموقع إن جماعة الحوثي المسلحة دابت على تعذيب المعتقلين السياسيين، وكانت تلك المحاكمة أول ما يرى المعتقلون من الشمس طوال عامين مضت. ويضيف الموقع: منعت عنهم الزيارات العائلية طوال فترة احتجازهم في مبنى الأمن السياسي، وهو سجن غير قانوني، فيما كانت المحاكمة في ذات المبنى. وبحسب مقاطع فيديو نشرت على الانترنت، تظهر المعتقلين السياسيين في قفص حديدي ل36 شخصا في مساحة مترين طولا ونصف متر على الأكثر عرضا، بعضهم جالسا على الأرض والآخر واقف يريد الحديث. وتشير مصادر حضرت الجلسة أن القاضي كان متحاملا لم يعد بالتحقيق في جرائم التعذيب البشعة التي ظهرت في أجساد هؤلاء الشبان، كما أن القاضي كان منفعلا ومتوعدا. موقع بوست عنون في صفحته الرئيسية: جرح الحوادث الإرهابية في عدن يعانون الإهمال، قصص تبرز حجم المعاناة. وقال الموقع: لا تزال مآسي الحادث الإرهابي الذي استهدف تجمعا للمستجدين أمام معسكر الصولبان في 10 ديسمبر من العام المنصرم قائمة على اليوم إلى اليوم، فقد تسبب الحادث بمقتل قرابة 50 بين مستجد ومجند، وإصابة أكثر من 535 فردا. ويضيف الموقع: عشرات الجرحى في المشافي يؤنون لعلهم بتلك الأنات، يستعطفون الجهات المعنية في الحكومة الشرعية لتقوم بواجبها اتجاههم وتسرع في عملية علاجهم. ويروي الموقع واحدة من قصص الجرحى: فقد توفي الجريح ناصر عوض الكاظمي الجمعة الفائتة متأثرا بجراحه التي أصيب بها في العملية الإرهابية التي استهدفت معسكر الصولبان ليلتحق بابنه إبراهيم، والذي وافته المنية، هو الآخر متأثرا بجراحه التي أصيب بها في الحادثة الإرهابية ذاتها. ياسين سعيد نعمان كتب مقاله المنشور في موقع الموقع بوست تحت عنوان: مسؤولية الكاتب تجاه قرائه. نتابع. التاريخ لا يخوض فيه الخصوم إلا وشوهوه، وهو لا يكتب إلا وفقا لمنهج يحميه من التحريف والتهريج معا ليبقى تاريخا. قد تسرد حكاية أو حكايات، لكن هذا لا يعني أنك تؤرخ. التاريخ هو جملة من الوقائع والظروف والشخصيات المحيطة بهذه الحكايات، والكاتب الذي يضلل قارئه الذي يثق فيه هو أشبه بالطبيب الشرير الذي يحقن مريضه بعقاقير التخدير ليسكن الألم دون أن يعالج المرض. هناك مسؤولية كبيرة تقع على الكاتب باعتباره أحد مصادر تشكيل الوعي في المجتمع. الشخص الذي يتصدى للكتابة لابد أن يدرك قيمة ما يكتب، ولابد أن يعرف في الوقت ذاته أن الكتابة ليست تسلية، ولكنها مسؤولية قيمية وأخلاقية حتى في صيغتها السياسية، وهي فوق هذا أمانة لابد أن يمارسها الكاتب مع قرائه. حتى وأنت تكتب ضد خصومك لابد أن تتناول خلافك معهم بموضوعية، فالخصومة لابد أن تستند على أسباب تجعل منها مقبولة اجتماعية وإنسانية قبل أي شيء آخر، وينطبق نفس الشيء على الكتابة النقدية. وهناك فرق بين الكتابة وحملات التحريض، فالكتابة منهج وحجة، وبواسطتها يتم تسليح الناس بالحجة التي تشكل الموقف. أما التحريض فهو أداة تعبوية
لها أدواتها ومن ضمنها الإشاعة والتلفيق والنكتة والخبر المزعوم، وهي أداة قد تؤدي إلى تشويه الخصم ولكنها لا تلغي حقيقته، وقد تدفع بريئا إلى ارتكاب جريمة أو فعل متهور، وقد تبرر لمغامر أن ينجز مغامرته حتى النهاية، وتلجأ إليها الأجهزة والجماعات القمعية بأشكالها المختلفة عندما تفقد الحجة، ولا يمكن أن يصنف من يمارسها بالكاتب. أفاد مصدر محلي في مدينة دمار وسط اليمن أن متنفذين في جماعة الحوثي وصالح بسطوا نفوذهم بقوة السلاح على أراض عقارية تابعة للدولة. وأضاف المصدر في الصحوة نت أن قيادات حوثية متنفذة في الجماعة قامت بنهب عدد من أراضي الدولة والمواطنين الواقعة في أماكن استراتيجية. ويتابع المصدر: لقد تم السطو على أرضية شاسعة المساحة تتبع معسكر القشلعة أو القشلعة على الشارع العام، وقام الحوثيون ببيعها بمبلغ 1 مليار ريال يمني لأحد رجال الأعمال في المحافظة. كما تم نهب أراض تابعة لمواطن في اتجاه شارع المغرب سوق المثلث. وأكد المصدر أن المتنفذين من جماعة الحوثي وصالح يستخدمون سلطتهم ونفوذهم الميليشياوي في نهب أراضي الدولة والمواطنين بمدينة دمار. إلى أحد عناوين موقع التغيير نت، والذي تحدث عن طلاب يمنيين في سوريا، وعنوان: طلاب اليمن في سوريا ضحية التجاذبات السياسية. وقال الموقع أن الملحقية الثقافية اليمنية بسوريا بعثت رسالة إلى الحكومة الشرعية للمطالبة بصرف مستحقات الطلاب، وطالبت الرسالة الحكومة بتحويل مستحقات الطلاب المتأخرة وعدم معاقبة الطلاب لوجود مشرف حوثي في السفارة. وقالت الرسالة إن حالة الغضب والتذمر بين الطلاب انتشرت من وجود السفير المعين من الحوثيين، وهناك طلاب أعلنوا استعدادهم للوقوف مع الشرعية لولا الخوف من التهديدات بترحيلهم. وناشدت الرسالة التي حصل الموقع على نسخة منها الرئيس هادي والحكومة إلى سرعة صرف مستحقات الطلاب، فليس لهم ذنب في المماحكات السياسية ومستقبلهم على المحك بسبب تدهور حالتهم المعيشية. القيد والقلم. تحت هذا العنوان كتب حسن عبد الوارث مقاله المنشور في يمن مونيتور، وقال في جزء منه: لم يكتب تاريخ الثورات الكبرى من دون التنويه البارز بدور الأدب ومكانة الفن في مسار تلك الثورات وفي أسباب انتصارها. كان فلاديمير إيليتش أوليانوف يردد دائما أنه يتمنى لو امتلكت الثورة البلشفية وعي ووجدان بوشكين، حتى لو خسرت نصف رجالها من الساسة والعسكريين. وقد تاه أغلب البلاشفة في دهاليز التاريخ وأضابيره، فيما ظل بوشكين نورسا من ضوء على مر الزمان. وكان نابليون بونابرت يعتقد أن الله مع المدفعية الثقيلة، فيما لا حاجة عنده للشعر والرسم والموسيقى إلا من باب الترفيه عن النفس في أوقات الفراغ. وحين نفي كثيرا ذليلا إلى جزيرة نائية في قلب البحر الأبيض المتوسط، لم يستطع الاحتفاظ بسيفه وبندقيته وصولجانه الإمبراطوري، لكنه استعاض عنها ببعض الكتب واللوحات. وكانت الفرقة الموسيقية ترافق الفرقة العسكرية في معارك الدفاع عن الثورة السبتمبرية ضد أعدائها على كل الجبهات، فكانوا عود علي الآنسي وقصيدة عثمان أبو ماهر وخطاب نعمان المسعودي يطغى على صوت دانات بوب دونارد. وبعيدا عن الثورات ينطبق الحال ذاته على الدول والشعوب والمجتمعات، فالمجتمع الذي يذل فيه الأدب ويقهر فيه الفن يستحيل الزعم بتوفر دولة فيه أو حضارة تصطفيه أو تراث يحميه. إلى موقع سبتمبر نت، إن اجتماعا في محافظة حضرموت ناقش أوضاع مطار سيئون الدولي والاختلالات الأمنية وإيجاد المعالجات اللازمة لتجاوزها. وأكد الاجتماع على اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في ابتزاز المسافرين أو محاولة زعزعة الإجراءات الأمنية داخل المطار. وعن الاختلالات التي حدثت مؤخرا في المطار، فقد كلف الاجتماع إدارة المطار برفع تقرير عن بعض الاختلالات التي حصلت خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تقديم مقترح بخصوص إنشاء وحدة أمن الطيران. يقول موقع المشاهد نت في شأن محاولات تطبيع الحياة في مدينة تعز: حملة نظافة واسعة تشمل 37 حيا وشارعا في مدينة تعز.
وأضاف الموقع أنه تم تدشين حملة رفع تكدسات مخلفات القمامة في مختلف أحياء مدينة تعز بتمويل من منظمة أجيال بلاقات ومنظمة أوكسفام. وأوضح المهندس وائل المعمري المسؤول عن الحملة أن العمل يستهدف رفع 250 طنا من المخلفات المنتشرة في شوارع المدينة. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد. صحيفة العربي الجديد عنونت نقطة أمنية تحتجز مرتبات التربويين في الضالع، حيث أعلن مصرف يمني عن احتجاز شحنة من السيولة النقدية تابعة له تمثل مرتبات موظفي بعض الجهات الحكومية في العاصمة صنعاء ومحافظات شمال البلاد في نقطة أمنية بمحافظة الضالع. وقال مصرف الكريمي في بيان صحفي تلقت العربي الجديد منه نسخة أن المصرف قام بالتنسيق مع وزارة المالية في عدن وبمرافقة من الجهات الأمنية بنقل مبلغ مالي من عدن لفروع المصرف في المحافظة الشمالية لجهات مختلفة، وذلك كنوع من الإدارة النقدية وتوفير السيولة اللازمة للمستفيدين من هذه المرتبات. ويتابع المصرف في بيانه الصحفي: عند الوصول لنقطة سناح في الضالع تم احتجاز السيارات والموظفين، وقد سبق أن تم نقل مبالغ في مرات سابقة بالتنسيق مع المالية ومرافقة الجهات الأمنية. وأشار المصرف إلى أن شحنة السيولة التي تم احتجازها تشمل مرتبات القطاع التربوي بمحافظة تعز لمديريات مقبنة وخدير والصلو والشمايتين والمعافر وصالة وحيفان وماوية. وطالب المصرف بسرعة الإفراج عن السيارات المحتجزة في مدينة الضالع وتسهيل مرور موظفيه مع المبالغ، وأكد أنه يؤدي عمله بشكل مهني واحترافي بعيدا عن الصراعات والمناكفات. وحول نفس الموضوع قالت صحيفة الخليج الإماراتية إن قائدا عسكريا بارز نجا من محاولة اغتيال، فيما قتل 3 مدنيين وجندي وجرح نحو 7 آخرون من المدنيين والجنود في الضالع إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكب قائد اللواء 33 مدرعة تابع للجيش الوطني العميد علي مقبل صالح. وتتابع الصحيفة: جاء استهداف موكب القائد العسكري أثناء قيامه بمهمة عسكرية لتحرير سيارة تابعة لمصرف الكريمي على متنها قرابة مليار ريال يمني، وهي مرتبات موظفين في محافظة تعز تم احتجازها قبل 3 أيام في حاجز تفتيش لأسباب غير معروفة. ميدانيا قالت صحيفة الحياة إن 3 عناصر من ميليشيا الحوثي والمخلوع قتلوا في جبهة طوال السادة بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر محلي أن المقاومة الشعبية أفشلت محاولة تسلل الميليشيا على مواقع في جبهة طوال السادة، وتم قتل 3 من العناصر المهاجمة وإصابة آخرين بجروح. إلى ذلك انفجر لغم أرضي زرعته الميليشيات شرق بيحان في دورية تابعة للواء 21 ميكا، وتسبب بإصابة 6 جنود. لماذا لا يرغب الحكام العرب في التأقلم مع تطورات العصر؟ بهذا السؤال يفتتح المغربي حسين مجدوبي مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي، مضيفا في جزء من المقال: سؤال يتبادر إلى ذهن الكثير منا وهو يتأمل الواقع المأساوي الذي تعيشه الشعوب العربية التي أصبحت في أسفل سلم الترتيب بين الأمم في التقارير الدولية حول الديمقراطية ومستوى انتشار الفساد وخرق حقوق المواطنين. وهنا نقدم مقترحا مفاده: هل يمكن أن نطلب من الحكام العرب قراءة كتب ومقالات من مختلف التخصصات يطلعون عليها ونرى لاحقا مفعولها الفكري عليهم؟ وهل خلقت لهم وعيا وأيقظت ضميرهم من السبات السياسي؟ وننطلق من فكرة أصبحت مع الأسف من البديهيات في مناهج العلوم السياسية خلال العقود الأخيرة، ومفادها أن الحاكم العربي مرادف للفساد والطغيان والديكتاتورية وسلب ممتلكات الشعب والتغني بشعارات من قبل الوطنية والبطل المغوار في محاربة التدخلات الأجنبية التي تريد إلحاق الأذى
بهذا البلد العربي أو ذاك. هذه الأفكار التي يؤمن بها الحاكم العربي أكان ملكا أو رئيسا أكثر من إيمانه بالمعتقد الديني لا تدعو للغرابة، بل هي نتاج البيئة التي ترعرع فيها وتنفس منها. فمن جهة قدم إلى الحكم على ظهر دبابة أو ورث المنصب باسم الدين والحق الإلهي، وكأن هناك لوحا سماويا محفوظ فيه أسماء العائلات الملكية التي تتوارث الجلوس على العرش وتمسك بمصير الشعوب التي سقطت تحت مخالبها في هذه الرقعة الجغرافية المسمات العالم العربي. أحكام قضائية غريبة أمرت بها النيابة العامة لتدابير الخدمة المجتمعية في أبوظبي، وذلك بإلزام مدنيين في قضايا مرورية مختلفة بتأدية الخدمة المجتمعية لمدة 3 أشهر. وتنوعت العقوبات بين القيام بالعمل في تعبئة الوقود لمدة 3 أشهر، وتنظيف المكتبات، وتنظيف الميادين والشوارع العامة. وأكدت النيابة العامة في أبوظبي أن الأعمال التي كلف بها المحكومون في التدابير المجتمعية تهدف إلى النفع العام، وهي تحظى بتقدير الجميع لما تعود به من نفع على المجتمع، ولا تقلل من القيمة المجتمعية لمن يقوم بها، على عكس التصرفات غير المسؤولة التي أدين بها المتهمون. وتتابع الصحيفة أنه في حال أوردت هذه التقارير عدم التزام المحكومين بتنفيذ الخدمة وفق المعايير الموضوعية من التزام سلوكي وانضباط عملي، تقوم النيابة بتقديم طلب إلى المحكمة باستبدال التدابير المجتمعية بعقوبة الحبس لمدة مماثلة لمدة الخدمة المجتمعية أو إكمال ما تبقى منها. في شؤون متصلة بالصحافة العربية، عنونت صحيفة القدس العربي: مصادرة جريدة مصرية طالبت برحيل وزير الداخلية. وقالت التفاصيل: أعلنت جريدة البوابة المصرية مصادرة السلطات التنفيذية لعدد الجريدة الذي كان من المفترض أن يصدر أمس الأول. وكانت جريدة البوابة طالبت في العديد أو في العدد الذي أصدرته السلطة التنفيذية في مصر بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار ومحاسبته على ما وصفته بالتقصير الأمني تجاه حماية المدنيين. وتساءلت الجريدة في الصفحة الأولى: هل إقالة مدير أمن محافظة الغربية التي شهدت تفجير كنيسة مارجريجس في مدينة طنطا يحمي وزير الداخلية من تحمل مسؤولياته؟ أعلن مركز إدارة التحليقات عن هبوط مركبة سيوز إم آي وعلى متنها 3 رجال فضاء من محطة الفضاء الدولية على أرض كازاخستان، وقضى رواد الفضاء 173 يوما في المحطة الدولية. صباح الاثنين شهد انفصال الكبسولة سيوز عن المحطة، حيث بقيت في المدار لبضع ساعات بعيدا عن المحطة الدولية في تمام الساعة 6:30 صباحا بتوقيت شرق أمريكا، ثم تشغيل محركاتها لبضع دقائق لتخرج من المدار لتصل إلى الأرض عند الساعة 7:20 صباحا بتوقيت شرق آسيا. نتابع جولتنا المصورة لعملية هبوط الرواد 3 والتي أوردتها وكالة رويترز. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج كشك الصحافة. نترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.